أنا القدوة. صباح الخير وصباح النور لكل مستمعي إذاعة الحياة فام اللي برونشي معنا توا على 90.3. أنا القدوة، برنامجكم الموجه للصغيرات اللي نتمناو يكونوا قدوة في أي مجال بالمعرفة والمساعدة وحب الخير. اليوم باش يكون حاضر معنا في استوديو إبراهيم، وليد مغروم بالتصوير الفوتوغرافي وبرشا حاجات أخرين مش يحكيهم لنا اتباعا، ومع بعضنا نتعرفوا عليه أكثر. صباح النور إبراهيم. لاباس؟ لاباس. منور معنا في الإذاعة. به إبراهيم، تعرفنا على روحك. اي اسمي إبراهيم. قداش عمرك؟ نقرا سادسة، عمري 11 سنة. به إبراهيم، أنت تقرا سنة سادسة هكا ولا قراية؟ به إن شاء الله سنة مش تعدي الكونكور. تحب تعدي الكونكور سنة؟ علاه؟ نحب ننجح نمشي نقرا في ليسي بيلوت. تحب تمشي تقرا في ليسي بيلوت؟ والله قالوا ليسي بيلوت صعيب قرايته، ولا أنت معناها تحب التحدي؟ سهل. هاي سهل، تري تري بيا. معناه ننصح الصغيرات الكل يتبعوا إبراهيم، خطر قال لكم راهو البيلوت سهل، وبالحق هو سهل. كي نقراو كل يوم بيوم فما حتى مشكلة هكا ولا إبراهيم؟ معناه كي نروحوا للدار نعاودوا نقراو، نراجعوا قرايتنا هكا ما نلقاوش حتى صعوبة هكا ولا إبراهيم؟ به انت إبراهيم عجبتني فيك حاجة، هذاك علاش اليوم قلت إبراهيم تراد مش يكون حاضر معايا في الاستوديو. شنو هي الحاجة هكا اللي تميزك انت إبراهيم؟ انتي مصور فوتوغرافي. مصور فوتوغرافي. به كيف جاك الغرام من الاول ابراهيم؟ فما مره انا مروح للدار نلقى خالي شري كاميرا جديده يجرب فيها، صور عجبوني، حبيت حتى انا نجرب وجرب، صورت عجبوني. معناها انت خالك يصور، مصور فوتوغرافي، عنده كاميرا، وراك كيفاش تصور. فما مرة صورت عجبوه التصور هاي. وفما اللي جيت سجاني، وفما مرة شاركت في مسابقة متاع تصوير فوتوغرافي. هاي وين المسابقة دي صارت؟ صارت في مدرسة ما، عاملين مسابقة هاي، شاركت فيها هنا وصورت صورت منهم تصويرة متاع حنوت متاع الزرابي. هاي جيت عجبتهم التصوير وجيت في المرتبة الثانية. جيت في المرتبة الثانية، صحيت تري بيان إبراهيم. أنت وليد تحفون برش، في بالك فما برش عبيد كبار هكا مغرومين بالتصوير الفوتوغرافي ويعملوا معارض؟ في بالك فما معارض متاع تصوير فوتوغرافي مش متاع معناها تصوير باليد؟ تعرفها الحكاية ذي؟ تحب تطلع كيفهم ولا عندك مشاريع أخرى أنت؟ نحب نطلع كيف. أي وشنو المشروع الأخر؟ عندك حاجة هكا تحب تعملها كي تكبر؟ ولي مصور بحياتها فيه. تولي مصور معانا، تولي مصور صحفي معانا في إذاعة الحياة فيما. مولي نصور. هاي تولي نخرج مع بعضنا نعمل ريبورتاجات لبرا. هاي علاش لا إبراهيم، إن شاء الله إحنا الإذاعة أبوابها مفتوحة ليك والصغيرات الكل إن شاء الله. معناها أنت ديجا قراي، علاش لا توصل وتولي زميلنا في الإذاعة. به إبراهيم عندك حاجة أخرى زادة كي تحب تشري حاجة أنت شنو تعمل؟ لم نقعد بيان سور، تطلب من عند ما وبا يشريولك، سينو يقولك ما نشريولكش. تعمل نقعد لم بالفلوس في الشقاقه نتاعي، عندي شقاقه في الدار لم فيها الفلوس حتى نلم ونسري اللي نحب. معناها انت تبارك الله ولايت حاذق لهنا، معناها فلوسك اللي يعطيوهم لك بابا وماما ما تشريش بهم اي حاجه ولا اش تعمل بهم؟ لم تشري بهم شوكولا وحلو مال. لكن بدينا حاجتي بحاجه نسريها نحبها عجبها، نلمهم في الشقاقه، نحطهم في الشقاقه حتى لينا نلم ونمشي نسريها. الحاجه ذي بيان سور بعد اذن بوك وامك، معناها خاطر فما حاجات انت تحب عليهم هما قالوا لك لا، مش خاطر ما يحبوش يشريوا لك، خاطر الحاجه ذيك مثلا تنجم تكون ما تناسبش العمر نتاعك. بعد ما تشاور بابا وماما ويقولوا لك ما يسالش، تجمل الفلوس هذوكم تمشي بهم الحاجه اللي تعجبك. به قلت لي حاجه اخرى اللي انت ساعدت مره امراه فقيره هكا ولا ساعدت امراه فقيره؟ فما مره ما با تاوني فلوس باش نمشي نشري بهم حاجه، وانا متعد نلقى امراه فقيره سخفتني عطيتهم الفلوس هذا. وعليه ابراهيم انت عطيتها الفلوس؟ ترى سخفتني جيعانه وفقيره. جيعانه وفقيره، معناها انت كي تشوف عبد في الشارع دونك يلزمنا نعاونوه، ما خليوش هكاك، خاصه كيما قلت لي انت مراه كبيره، مراه عزوزه وفقيره، خي اعطيتها انت الفلوس باش تشري بها اي حاجه تاكلها، حاجه تحبها، حاجه تاكلها، خاطر هي فقيره ابراهيم هكا ولا؟ به تحكي لي على القرايه نتاعك، كيفاش ابراهيم مقسم الاوقات نتاعك نتاع القرايه؟ جمعه كامله تلم
تلم الدروس الكل وتقراهم اخر الجمعه ولا كما كنت تحكي لي معناها؟ كنت معناتها بعد ما تكمل القرايه نمشي للدار ما تعيطنا وتحط تمد الطاوله وتقرين تقريب كل درس قريته الراجل، وكان عندي خدمه في المدرسه نخدم تخدم اكيك. علاش انت وليت وليت قراي وتجيب في معدل باهي تبارك الله ما شاء الله عليك، وتحب تعدي الكونكور نتاع سيزيام وتنجح فيه هكا ولا؟ ابراهيم يعطيك الصحه. شكون تحب تقدم تحيه؟ نحب نقدم تحيه لخالي محمد. خالك محمد اللي هو المصور اللي عنده مصوره. قل لي انت عندك مصوره ولا تتسلف فيها المصور؟ نتسلف فيها من عند خالي محمد. يعطيك يسلفك؟ نتصور فيها. اي، وما تخممش باش تشري مصوره؟ على قريب من قاعده لم. قاعده لم في الشقاقه تبارك الله عليك. ابراهيم غاليه شويه هي المصوره ولا؟ مش يعاونك زعما خالك باش تشريها المصوره؟ يعاون. بيشد في صحيح قلو يعطيك، معناها يعاونك بمبلغ معين باش تشري بها المصورة متاعك. باهي، قلنا ختاما شكون تحب تقدم تحية ابراهيم؟ نحب نقدم تحية لخالي محمد، نحب نقدم تحية لما وبا، نحب نقدم تحية لماميتي وجدتي والعباد الكل اللي نحب. باهي، من هنا من المنبر هذا نقولوا أي حد يعرف إبراهيم تراد راهو إبراهيم يقدم له التحية باش ما يتغش علينا حتى حد هكا ولا. صحابك في القرية عندكش هكا صاحبك انتيم نتاعك هكا ديما انت وياه؟ قدم له التحية باش ما يتغشاش علينا. نقدم تحية صاحبي جهاد، هذا أعز صاحب عندي. يا جهاد راهو إبراهيم يقدم لك تحية اللي أنت أعز صاحب عنده. شكرا ليك إبراهيم على حضورك معنا، إن شاء الله إبراهيم يكون القدوة نتاعكم الكل، وعلاش ليه تكونوا الصغيرات الكل حاثقين كيما إبراهيم. وكيما قال لكم راهو ما فما حد شيء صعيب، الكونكور نتاع سيزيام راهو ساهل على الآخر، وديجا البيلوت مش صعيب، نقراو كل نهار بنهار وإن شاء الله ربي يوفق الصغيرات الكل. كنت معكم أروى غيث كوتي، ميكرو محمد قداح في الإخراج التقني. أنا القدوة. أنا القدوة. أنا القدوة.